أهلا وسهلا بكل الأحباب، ومرة تانية أخدكم لواحدة من رحلات العمل الجميلة اللي أنا كنت محظوظ إن أنا أكون مشترك فيها. مدينة أروشا واحدة من المدن الجميلة في شمال تنزانيا. تعالوا كده أخدكم لزيارة من الطيارة للموتن كليمنجارو اللي هو أعلى جبل في أفريقيا، واحد من أعلى الجبال على مستوى العالم، بالإضافة لجنينة الحيوانات الزغنونة كده اللي أنا سميتها الميني زو أو الحديقة الأهلية اللي عاملينها الأهالي، وبالذات يمكن أعتقد إن هم من قبيلة المصاي في مدينة أروشا. يلا بينا. فين تنزانيا؟ تنزانيا في الساحل الشرق الأفريقي طبعا. يمكن قلت لحضراتكم إن في مجموعة من البلدان أنا متوقع لها إن شاء الله نمو كبير: تنزانيا، أوغندا، رواندا، أثيوبيا اللي بينها وبينها مشاكل على موضوع النيل، كينيا طبعا. البلاد دي يمكن معروفة بالرحلات السفاري والسياحة السفاري، لكن يعني اللي أنا شايفه والاهتمام بيهم من بلاد زي الصين ومن بلاد تانية، لا في النهاردة اهتمام كبير. ده علم على فكرة تنزانيا اللي قدامنا. آدي تنزانيا قدامنا الخريطة اهي، زي ما حضرتك شايف تنزانيا على الساحل الشرقي في المدن الكبيرة فيها طبعا دار السلام، ودار السلام مش العاصمة زي ما احنا كنا فاهمين زمان، لا دودوما بقت العاصمة حاليا لتنزانيا. وفي عندك أروشا، بص كده فوق في الشمال خالص قريب من كينيا، لأن كينيا هي الشمال بتاع تنزانيا. وفي عندك موانزا اللي على بحيرة فيكتوريا. وبالمناسبة كلمة تنزانيا نفسها جاية من مقطعين: أولا في بحيرة تنجانيقة المشهورة، وكانت المنطقة دي أعتقد إن هي كانت بتسمى بتنجانيقة، لكن لما دخلت عليها زنزبار، وزنزبار على فكرة دي جزيرة قدام دار السلام على طول، يعني مارين دار السلام ركبنا مرة الطيارة يا دوبك بتلف كده في المحيط الهندي لقينا زنزبار قدامها. فزنزبار كانت زمان تبع السلطنة عمان، تبع السلطان العماني، وكان على فكرة ليه محل إقامة فيها زنزبار، من الحاجات المشهورة جدا على مستوى التجارة في أفريقيا وشرق أفريقيا كله. فزنزبار مع تنجانيقا عملوا تنزانيا، ده الاسم اللي موجود حاليا. ده الجبل كليمنجارو زي ما قلت لحضراتكم، واحد من أعلى الجبال في العالم كله وأعلى منطقة جبلية، هو طبعا جبل بركاني أعلى جبل في منطقة أفريقيا. خلي بالك ان هو قريب جدا من خط الاستواء، وده ما نعرفه ان خط الاستواء طبعا درجه الحراره بتزيد زي ما خدنا في الجغرافيا كده، ومع ذلك تلاقي ان جبل الكليمنجارو هو على فكره له ثلاث رؤوس كبيره، هو بيمتد على مسافه حوالي تقريبا 80 كيلو، هو كبير حاجه ضخمه يعني. بتلاقي حضرتك ان الارتفاع بتاعه بيوصل اعتقد 5800 5800 متر، داخل في 6000 متر. يعني المنطقة اللي هناك عبارة عن منطقة خضراء، بتلاقي حضرتك إن الجو فيها طبعا نتيجة الأمطار والتلج اللي بينزل فيها، على عكس بقى أفريقيا كلها. لكن المنطقة الاستوائية ديت يمكن مشهورة إن فيها الأمطار بتنزل بشكل غزير. على فكرة تلاحظ برضو إن في جبل كده على إيدنا الشمال، وإحنا يعني لما تبص كده في الصورة أعتقد ده الميرو ماونتن اللي هو جبل الميرو، وده على فكرة السفح بتاعه اللي في مدينة أروشا، المدينة اللي أنا كان ليا الشرف إن أنا أزورها في رحلة عمل سريعة. كتير على فكرة من السياح بيحب يطلعوا الجبل دوت، جبل الكليمنجارو، وطبعا حواليه برضو منطقة من السافانا والرحلات السفاري والحيوانات، الأفيال والزرافة والأسود والمش عارف إيه. فبتلاقي إن المنطقة دي طبعا السياح بيحبوا يزوروها جدا، وكتير من الناس بتطلع، يعني أعتقد يمكن عدد السياح اللي بيحاولوا يطلعوا قمة الجبل يمكن بيعدي ال 25 30 ألف في كل سنة. فمن المناطق بقول لحضرتك الجذب السياحي نتيجة ان هو اعلى قمة جبلية بركانية في افريقيا كلها. فين الجبل؟ الجبل زي ما قلت لحضرتك في المنطقة اللي هي جنب أروشا، ودي منطقة لو تلاحظ كده احنا بنبص بقى كده في نص الخريطة اللي قدامنا، بتلاقي حضرتك ان هو في المنطقة الحدودية اللي ما بين كينيا وما بين تنزانيا، وجنبيه على طول أروشا والميرو ماونتن، من المناطق الجميلة جدا، والمناطق بقول لحضرتك الخضرة فيها والجو فيها ملوش حل. تعالوا كده نتفرج مع بعض على الفيديو. احنا طالعين اهو خلي بالك من مطار أروشا. عايزك تتمتع بمنظر الخضرة اللي تحتيك، اللون الأخضر اللي تحتينا ده واحنا طالعين بالطيارة،
تنزانيا ليه؟ تغذي افريقيا كلها، يعني افريقيا كلها بلا مبالغه تقدر تعتمد على تنزانيا اكل وشرب بس. وعموما انا شفت هناك في الشارع الافريقي، نزلت في اثيوبيا برضه، قضيت فيها يوم، نزلت في تنزانيا 4 مدن. انت حضرتك بتتكلم على جنه ربنا في الارض، يعني ريسورسز رهيبه جدا جدا. اتمنى ان احنا كمصريين نبص لشارع افريقيا يعني نظره مختلفه تماما. شايف كده السحاب من بعيد بيغطي المنطقة بتاعت الجبل هناك، الأراضي اللي هناك المزروعة أعتقد إن في مساحات شاسعة كبيرة جدا، طبعا مناطق السافانا ومناطق الجبال وحاجات زي كده، لكن كمية الأنهار والبحيرات مصادر المياه الخير الكبير اللي ربنا رزق بيه تنزانيا وشرق افريقيا عموما، ربنا حاطط يعني ريسورسز هايله ممكن الاستفاده منها في بلاد زحمه وضخمه وعدد سكانها كبير زي مصر، لو احنا فعلا عرفنا ان احنا نتعاون معاها. انا شفت هناك مثلا في مجال الادويه، الادويه هناك جايه يا اما من الهند يا اما من الصين، لو احنا فين شركات الادويه بتاعتنا ممكن هناك تعمل شغل غير عادي. امتداد الجبل زي ما قلت لحضرتك حوالي تقريبا 80 كيلو، فانت بتتكلم في مسافه كبيره جدا. في منطقه الكليمنجارو هي مش مجرد جبل، لا دي منطقه ضخمه جدا حضرتك بتمتد مسافه حوالي تقريبا 80 كيلو. بتلاقي مدن كبيره وشوارع وفي قصور وفلل وحاجه كده عرب بشكل تقليدي كده. كل ده لسه بنقرب بس يعني حظ دايما في الكراسي في الطيارة ان انا يا اما جنب البحر يا اما يعني اما بعيد شوية عن الجناح، نفسي اروح شوية هنا ولا هنا ما فيش رد كتير قوي.
الأبشار كانت مشهورة إن تم فيها عمل زي معاهدات صلح وزي المحاكمات برضه اللي الحرب في الوقت. بص حضرتك بقى احنا كده يعني شايفين الجبل بأقرب طريقة ممكنة تهرب عشان البيت. بص تحت الجبل بتلاقي مدن، كل اللي احنا شايفينه اللون دوت الحاجات المنورة دي عبارة عن بيوت شوارع. بعد كده الطريق كانت تمشي شوية ألاقي مش يعني زي مدينة متكاملة بعيدة عن المنطقة الأولانية. Yes, like you touch. In anaconda, the python. Anaconda is bigger than a python. Anaconda is more aggressive than a python. Even anaconda found only in South America, in Amazon, in Brazil, yeah. You can come. How are you, bro? It have poor vision. Even snakes that don't almost have blind. Yeah, they have poor vision. Even snakes that don't have excellent ear, they have internal ear. That's the sensing in vibration ground. Do you know dancing is charming in India? Dancing is charming. Snake they following the movement, no hearing the sound. Movement. Well, only movement. You don't go there when you talk a little. A little. From the news. It's a cobra. Kwani haitoa ngozi kwa sababu ya kukua ilishapa haya kukua sawa.
Where is he going, man? Egyptian cobra again. Egyptian cobra. I should take it with me, dear. You see, the skin is so beautiful because they just shed the skin. You can see the skin there? Yes. Yeah, that's why it's so shiny. It's really good. Black mamba, okay. Why do you separate them? Why don't you put them in the house? Maybe they have a person, more person. Just give him the snake. Guys, yeah, this is very, very good. Yeah, so this is a bone slime. The way bone slime from the Dutch language, but actually, the venom this one, high motor. Yeah. Oh, that it's a branch of the tree. Pulling them. Trabalhar para a colher. Is that a kiss you, man?